صباح الخير سميرة، صباح الخير المشاهدين الكرام. اليوم غادي نقدم لكم الوصفة ديال لاسي اللي هي معروفة في الهند ولا في بنغلاديش وافغانستان في الدول الآسيوية. اليوم حنا غنقدموها بالمونك، وفي نفس الوقت غنقدمها لكم غير بالياورت وشوية ديال الزعفران، شوية ديال القعقلة، بطبيعة الحال السكر بني وشويه ديال النعناع. هذه كتمشي شويه مالحه. اول حاجه اللي غندير لكم غندير لكم ديال المونك اللي كنعرفوا المونك دابا الحمد لله كاين. تنحتاجوا لها واحد شويه ديال الياغورت. كاين اللي كيبغي يديرها بالماء، استحسن يديرها بالحليب. الطريقه سهله كما تتعرفوا في الدول الاسيويه كيستعملوها بزاف لان عندهم الحراره بزاف. كنشربوها، انا تعلمت هذا الطبق هذا من تما نيت لان كنت كنشربوا بزاف. تنشدوا المونك تنقطعوه تنحطوه في شي خلاط كهربائي. من بعد تناخذ واحد شويه ديال الياغورت على حسب جوج كيسان ثلاثه الكيسان على حسب الكميه اللي غادي ديروا ديال 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 لاسي، لان لاسي هو تقريبا بحال العصير غير هو تيجي شويه ثقيل. تنهز شويه ديال ياورت، ومادام انه تيكون حلو المونك تيكون حلو، نحاولوا ما امكن ما نديروش معاه السكر. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي مهمه، ان نحاولوا ما امكن ياورت المونك كي ناخذوه شويه يكون واخا يكون باقي يعني ما طايبش، نقدو نخديوه حتى للدار ونخليوه، لانه هو قد ما جلس في الدار قد ما تيزيد يطيب. غير واحد الحاجه ما خصناش نديروه في الثلاجه، الا درناه في الثلاجه واخا تيبقى المذاق ديالو حلو واخا تيبقى كذا، ولكن تيمشي الماء ديالو وتيكحل تيكحل الداخل، دونك ما غاديش يعطيكم ذاك اللون اللي غادي ديال المونغ اكزاكت. سو حاولوا ما امكن دائما المونغ دائما كي تشريوه حاولوا ما امكن تكون دائما ديك الخطوريه ديالو هاربه من الفوق وكتبقى فيه الصفوريه. من بعد كتجيو للديور ديالكم وتنخليوه، واخا تنخليوه واحد المده ما تيخسرش، غير هو خصنا نحاولوا ما امكن ما نديروهش في الظل وما نديروهش تحت الضوء بزاف. دونك تنهز هكذا، تنهز الحليب واحد جوج كيسان ديال الحليب ما نكثرش، لان هنا خصو يغلب النسمه ديال الياغورت هي اللي خصها تغلب. من بعد تناخذ واحد قعقله صغيره بحال هذا الشكل هذا كما تلاحظوا هنايا، تناخذها وتنفتحها تندير غير ديك الزريعه ديالها بحال هذا الشكل هذا، غير الزريعه ديالها وحده يكفي، واحد الحبه يكفي ديال القعقله. من بعد شنو تندير هنايا، تناخذ حبيبه ديال الزعفران، شعيره ديال الزعفران الطريقه هذه، تنحطوها. وهنا ما غاديش نزيد السكر مثلا، وهذا كيبقى اختياري لكم. تنخلط هذا الخليط كله، تنخلطوه ونحاولوا ما امكن ما نخلطوهش بزاف، غير بما تتحط لينا المونك كيتطحن تيبان لينا بحال هذا الشكل مع الزعفران تيبدل ليه اللون شي شويه كما تتشوفوا هنايا، كيعطي واحد النكهه هائله. انا غنزيد نطحنوا واحد شويه باش يشد، لان ما بغيناش باش يبقى محبب. وانا غادي نوريكم الشكل ديال النهائي ديالو كيفاش جا. من بعد كيكون العصير لاسي اللي كيكون هو مالح، الناس اللي ما تتبغيش مثلا الحلاوه وداك الشيء، هذا غادي نزيد هذا لاسي هذا اللي كنديرو غير بالياورت والحليب، وكنديرو معاه شويه ديال السكر بني بطبيعه الحال، واحد شويه قعقله، وفي نفس الوقت تنزيد معاه حتى هو شويه ديال الزعفران. اول حاجه اللي تندير تناخذ شي حاجه فاش غادي نخلط، تنشد هذا الياورت اللي كيكون عندي بحال هكذا، وتنبقى نحاول ما امكن كنحركو مزيان مع شويه ديال الحليب. بحال هكذا حتى كيولي ليا سائل، ماشي سائل يعني شويه ثقيل، لان الفرق بين لاسي والعصير، غير لاسي كيكون شويه ثقيل والعصير كيكون خفيف. وهذا كنقدو نديروه بجميع الفواكه، هاد لاسي نقدو نديروه بالفريز، نديروه بالكيوي، اي حاجه نقدو نديروه بها ماشي مشكل، يعني اي فاكهه عندنا نقدو نديروه بها ماشي مشكل. من بعد تناخذ ورقات ديال النعناع على الشكل هذا غير باش تتنسم. كاين هنا عاود واحد القضيه، اللي بغات مثلا بغى يطحن النعناع يقدر يطحنوه، تنهز حبيبه ديال الزعفران على الشكل هذا
بالنسبه لرمضان قرب، هذا زوين، هذا لاسي هذا كيبرد كي يعني كيعطي واحد الحيويه. تنديروه هنا الزريعه ديال قعقله، من بعد تنزيد فيه واحد شويه ديال السكر، غير واحد شي شويه، يستحسن يكون بني. من بعد تنقن نحرك هذا، نخلط هذا الخليط كله بحال هكذا، واللي ما بغاش يدير السكر يقد يدير الملحه، حتى الملحه كتعطي واحد النكهه هائله، بالاخص الناس اللي كيمشيو مثلا لتركيا راه كيشربوا دائما، هما كيديروا بالياغورت والماء والملحه بحال هكذا. متى تشوفوا تيجي ساهل. من بعد انا غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش جا من بعد ما تنديروه، ويمكن كي قلت لكم تستعملوا تشربوه في الصباح، تشربوه مع قبل الماكله، تشربوه في اي وقت، غير هو تيعطي واحد النكهه هائله وتيرفريشي بنادم مزيان. وكما تتشوفوا تنقدموه لكم بالصحه والراحه حتى الحلقات المقبله باذن الله.